مبسوط رجعنا راجوس. الستار كان عندي احساس انه لما حنرجع حتكون عدى شويه وقت ولازم يكون رجع رمزي ولازم يكون منا كبرت. فالحمد لله ده اللي حصل وكلهم موجودين وبصحه تامه وحلوه وعندنا ناس جداد كمان معانا وده حلو. ثاني تفضل. ده نورتنا يا سعيد يا اخي. معنى ان الناس يبقوا عايزين راجل وست ستات، يعني معنى كده ان بيبقى فيه خلاص بعد الانفتاح الاعلامي والانفتاح بتاع الانترنت والسوشيال ميديا، فده بيوصل بشكل ما للمنتجين. فهو احنا مش جه منتج تاني بيرجعها، ولكن هو نفس المنتج، نفس الجهه الانتاجيه، يعني هم نفسهم فكروا ان هم يعملوا اجزاء جديده وعرضوا الحكايه عليا وعلى سامح، ف يعني ما ترددناش لحظه. هذه اللحظه الدراميه المعبره الشيقه التي لا تاتي كل 50 60 مره لحظه. الناس كلها كانت منتظره المسلسل بشكل قوي جدا، وحتى لما ابتدينا ننزل زي برومو صغير كده معمول زي تيزر كده ونزلنا صور، فكانت ردود الافعال قويه والناس مبسوطه، ناس بتيجي تصور معانا تقول احنا مبسوطين قوي، تحس ان بجد الناس حست ان العيله بتاعتهم، فزي ما تكون انت متوحش عيلتك، فاهمني؟ فلا ان شاء الله هيبقى كويس جدا باذن الله. مطلوب من القنوات، مطلوب من الناس طبعا طلبته، والاجزاء بتتشاف، الثمان اجزاء بتشافوا لحد دلوقتي، والسيتكوم الوحيد اللي اتعملوا ثمان اجزاء على مستوى الشرق الاوسط، ما اتعملش ثمان اجزاء قبل ولا في مسلسل، اقصى مسلسل اتعمل اللي هي الحميه خمس اجزاء. كل ما بتمشي في الشارع يقول لك فين راجل وست ستات، الجزء فين، عايزين اجزاء وعايزين اجزاء. ف والجميل ان رجع سامح كمان معانا وبقيت راجل وست ستات بقى اللي هي الاصليه فعلا. مشهد 9 شوط 1 و2 و3 اول مره.